شهد ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر زحاما كبيرا من قبل المواطنين المصريين والإخوة العرب من البلاد العربية الشقيقة بالذكرى 66 لثورة 23 يوليو، وتصدرت الورود وصور الزعيم عبد الناصر المشهد في يد المصريين والعرب. مشاركة بمناسبة العيد 66 من لثورة يوليو، الثورة المجيدة أم الثورات في العالم كله. هذه الثورة التي غيرت مجرى التاريخ في مصر وفي العالم. النهاردة بعد 66 سنة ان احنا بنحتفل بثورة 23 يوليو، دي حاجة يعني تشرفني وحاجة تفرحني وحاجة في نفس الوقت بتدينا يعني دفعة. كما حضر المهندس عبد الحكيم عبد الناصر والذي أكد أن ثورة يوليو عبرت عن المواطن البسيط والمظلوم في مصر وأفريقيا والعالم كله، وينتمي إليها شباب ولدوا بعد وفاة زعيمها بما يقرب 20 عاما. النهاردة بعد 66 عام من الثورة اللي بشوفه واللي شايفه النهاردة بقدر أقول أن ثورة 23 يوليو ثورة ما زالت مستمرة وهتفضل مستمرة لغاية لما يتحقق الهدف الأسمى لهذه الثورة اللي كان بيحلم به الزعيم جمال عبد الناصر، هو أن نتحول إلى مجتمع الكفاية والعدل، مجتمع بترفرف عليه الرفاهية. ده يوم تاريخي في تاريخ مصر، ده اليوم اللي جمال عبد الناصر فيه عمل الثورة دي مع أخواته وضباط الأحرار علشان الشعب المصري، وبعد السنين دي كلها دي رسالة اللي حضرتك شايفها من المصريين اللي كل سنة وفي كل مناسبة رسمية بيكونوا متواجدين بس لحب وتقدير لجمال عبد الناصر. حضور المصريين والعرب لضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يعكس مدى حبهم وتقديرهم لراجل ضحى بنفسه في سبيل الوطن وعبرها من مرحلة الفساد والظلم وقتها. 66 سنة مروا على ثورة 23 يوليو، مع مرور نصف قرن عليها إلا أن زيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عادة سنوية لمحبيه وأقربه وكافة أطياف الشعب اللي دايما حريصين ما يفوتوش ذكرى ثورة يوليو من غير لقاء زعيمها وقائدها. ملكة رمزي، الحياة في مصر.